تلي هذا اللقاء السادس ما بين الفريقين. الكرة بتلعب عالية وتسديدها الله ريكاردو ماتشادو المدافع الهداف يتألق في هذه الكرة، يتألق في هذه اللقطة. ريكاردو ماتشادو الذي يسجل في هذه الدقائق، يسجل في هذه اللحظات، يسجل في هذه الأثناء، نعم، من كرة عرضية. ريكاردو يتألق بطريقة جميلة وبكرة رائعة. ريكاردو ماتشادو اللاعب البرتغالي الذي يسجل في هذه اللحظات، المدافع الذي يتألق في الكرة الماضية، يسجل من قدم يمنى بطريقة الهدفين الكبار. ريكاردو ماتشادو، نعم، الذي يتألق في هذه الدقائق. شاتنا الركلة الركنية وعلى الطاير، جميلة من ريكاردو ماتشادو، على الطاير من ريكاردو ماتشادو، يتألق في الكرة الماضية ويسجل الهدف الأول من أمام القادسية وفي شباك مرمى رايسون بولحي. أي كرة جميلة، أي لقطة رائعة. ريكاردو يتألق في اللقطة الماضية، البرتغالي يتألق في هذه الأثناء. والمتابعة في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق بكل تأكيد. لمسة مستمرة، الله يا مصطفى التنزاني يتألق في هذه اللحظات ويسجل التعادل. مصطفى يتألق في هذه اللحظات ويسجل التعادل التنزاني ويلتقط الأنفاس الحبيب رمضان بكرة مخادعة تماما على مرمى الساحل في الكرة الماضية واللقطة الماضية شاهد الكرة العرضية الجميلة. مصطفى راسية وحيدا كان من كرة أتت من والتر بواليا، جميلة جميلة ورائعة. توقع رافائيل سانتوس بأن الرقابة على مصطفى سهلة جدا، ولكن دفاع الساحل